من جديد صباح الخير لكم جميعا. لازلنا باستقبال العديد من الشخصيات اللي تنتمي لهذه المنطقة الجميلة، منطقة عيرة ويرقة من عشائرها، واللي حكينا انه بجوز الكثير من اهالي هذه المنطقة. وكما تحدث ضيفينا من قبل، كان عندهم دائما ايمان بالتعليم، كان دائما لديهم ايمان بانهم يوصلوا لاعلى المراتب. واليوم ايضا جزء من حديثنا عن اشخاص مميزين من هذه المنطقة. تحياتنا اليوم وهذا الصباح برفقتنا الأستاذ محمود المحاسني العين السابق، أهلا وسهلا فيك. أهلاً صباح الخير، كل عام وأنت بألف خير يا رب. والأستاذ عمر زيادات موظف ضريبة الدخل، أهلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية. بجوز سمعتوا قبل شوي الفريق دكتور وأيضا دكتور عبد الهادي، كلهم تحدثوا عن رحلة في منطقة عيرة ويرقة للتعليم وللوصول أيضا لمناصب رفيعة. بنتحدث عن خصوصية عيرة ويرقة في التكوين بجوز شخصيتك أستاذ محمود. ست سمر، أولا في بداية حديثي أرجو أن أتقدم بالشكر للتلفزيون الأردني على هذه الاستضافة الطيبة، كما أتقدم أيضا بالشكر إلى كل وسائل الإعلام الأردنية التي تهتم بالأردن بشكل عام وطبيعته، وأيضا وتظهر الجانب المضيء من الأردن. نعم. وأيضا في هذه المناسبة الطيبة لا يسعني إلا باسمي واسم أهالي عيرة جميعا أن نرفع آيات الشكر والولاء إلى جلالة القائد الأعلى وإلى الشعب الأردني بمناسبة احتفالاتنا بالأعياد الوطنية المختلفة. نعم. عيد الاستقلال وعيد الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى وأيضا عيد الجلوس، وكذلك نبارك لكم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يعيدوا علينا وعليكم وعلى الأمة العربية الإسلامية جميعا إن شاء الله بالخير والصحة والعافية وهدات بال، وأن يمتع أيضا وطننا الأردن الغالي بالأمن والأمان والاستقرار اللي إحنا ننعم به في ظل الراية الهاشمية. نسأل الله أن إدامة هذا الأمن والأمان على الجميع إن شاء الله. فيما يتعلق في خصوصية عيرة، طبعا راح أترك المجال لزميل حتى يحكي عن تاريخ وجغرافية عيرة. أما ما يتعلق بشباب عيرة اللي وصلوا لبعض المناصب وأيضا وهم أيضا من أولاد الحراثين. نعم. لم يلدوا المعلق الذهب في أيديهم. نعم. فأنا بالنسبة نعم. إلي كطبيعتي كمحمود العبادي المحاسنة مضيت فترة طويلة من الخدمة في جهاز الدفاع المدني ما يقارب 34 عاما، حتى وصلت إلى مستوى مراتب متقدمة في هذا الجهاز في مختلف مواقع إلى أن استلمت مسؤولية جهاز الدفاع المدني. والفضل به طبعا يعود لله أولا ثم لقيادتنا أيضا التي شرفتني باستلام هذا الجهاز فترة من الزمن. ما يتعلق أيضا الخدمات التي قدمت سواء لعيرة أو لغير عيرة في مجال عمل الدفاع المدني قدمت من خلال وظيفتي نتيجة خطة مسبقة لذلك، وهذه الخطة تعود إلى إنشاء العديد من مواقع الدفاع المدني حيث قدمنا خدمات إلى عيرة بعدما قدمتنا عيرة خدمات أيضا طبعاً في المقابل طبعاً. يعني أولادها البارين زي ما نقول، حتى نكون لا أولاد بارين، فأنشأنا عدد مواقع الدفاع المدني في ذلك اللقط الذي كنت مستلم فيه الدفاع المدني أيضا في منطقة البلقاء بشكل عام، في الصبيحي موقع، وفي أيضا في عيرة ويرقى موقع، وأيضا في منطقة ماحص موقع. هاي ما يتعلق في بعض نقول الخدمات البسيطة اللي نقدمها لمنطقتنا في خلال الفترة اللي احنا كنا فيها في ذلك الوقت. أي ابن أي منطقة يبقى مسكونا بذكرياته، بامتنانه لأهله، بطيبة الناس الموجودة، بضل مسكون وبيشعر بالامتنان لمنطقته، بيحاول يخدمها من أي موقع كان، سواء كان أكاديمي، سواء كان طبيب، سواء كان مهندس. صحيح. صحيح. سواء كان في منصب عام بيحاول أن يخدمها. هذا واجبنا اتجاه مناطقنا. صح. بطبيعة. صحيح. الحال ستي شعبنا الأردني طيب بكل أطيافه. نعم. شعب بسيط وأيضا هو شعب كريم في المقابل. نعم. وأي شخص كان من أي موقع كان تقدم له بردته خدمات حتى يصل لموقع، لابد أن يقدم أيضا خدمات في المقابل على ألا ينسى كل أطياف المجتمع الأردني أو أماكن الأردن كلها بشكل عام. نعم. هذا ما يتعلق في الجانب اللي كنت فيه مهنتي كدفاع مدني. أما أنا يتعلق رح أرجع لك جانب... كعين رح أرجع لك بالحديث ونتحدث عن يعني منصبك الآخر كعين في مجلس الأعيان. لكن أستاذ عمر، بارح من المعلومات اللي بقرأها عن عيرة ويرقة ودائما بنحكوا مع بعض. نعم. يقال أنه يعني سميت هذه المنطقة نسبة إلى بنتين لأحد السلاطين القدامى، ما بعرف التسمية بحد ذاتها، هل عندكم معلومات عن سبب تسمية المنطقة بهذا الاسم؟ يا ستي، بداية بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أشكر التلفزيون الأردني والقائمين عليه وكذلك برنامج يوم جديد. شكرا لكم، والله سبحانه وتعالى يمتعكم بالصحة والعافية. كذلك أتقدم بالشكر لأبناء بلدة عيرة اللي سمحوا لنا بأن نمثلهم بهذا المجال. كذلك أنا أحكي بشكل عام بالنسبة لعيرة. عيرة كلمة سريانية، وكان يطلق عليها سابقا هي القرية الجميلة الخضراء، وتعني المتنبه المستيقظ. وبالنسبة لكلمة عيرة بأنها رويت لعيرة ويرقى أبنات سلاطين سابقا، هي رواية ضعيفة. رواية ولكن ضعيفة الأصل يعني في كلمة الأصل سريانية. كلمة سريانية يقصد بها المتنبه المستيقظ، المدينة الخضراء. جميل. عيرة بلدة من محافظة البلقاء، صحيح، تقع جنوب غرب السلط بمسافة لا تقل عن 10 كيلومتر، ذات إطلالة غربية جميلة جدا على فلسطين، على الأغوار الوسطى، على البحر الميت. تتمتع بمناخ معتدل جدا كونها منطقة شفا غورية. وكذلك عيرة ترتفع عن سطح البحر تقريبا من 580 إلى 620 متر، وهذا يضفي عليها صفة الاعتدال بالمناخ. حتى بجوز بالشتاء بتكونوا منطقتكم أدفى من غيرها من المناطق. منطقة معتدلة جدا. عيرة محاطة بالأشجار الحرجية من الجهة الجنوبية والجهة الغربية، ويوجد بها كثير من النباتات والأعشاب الطبيعية البرية اللي تعطيها طابع جمالي من أفضل المناطق بالمملكة. وهذا تسمح لي نحتفظ بهذه التفاصيل. نعم. إلى ما بعد الفاصل، رح نأخذ فاصل ونرجع لحوارنا معكم. نعم. أساتذة الفضاء الأفاضل. صحيح. إن شاء الله بعد هذا الفاصل نرجع لحوارنا مع الأستاذ عمر وأيضا الأستاذ محمود، خليكم معنا. الله. نجار بالركوة ألز قهوة. بكم من جديد، عودتنا لكم أعزائي بموضوعنا اللي ماخذ جزء كبير من حلقتنا اليوم. وأنا وحقيقة سعيدة جدا أنه عم نحكي اليوم عن منطقة عيرة ويرقى بأهلها، بعنصرها السكاني، بطبيعتها، بالتركيب الاجتماعي الموجودة فيها. ولازلنا معنا، لازال معنا ضيفينا الكريمين الأستاذ محمود المحاسن العين السابق، وأيضا الأستاذ عمر أزيادات وهو موظف في ضريبة الدخل. أهلا وسهلا. كنت عم تحكي لنا أستاذ عمر عن بعض ما تتميز بها عيرة ويرقى جغرافيا ومناخيا. في معلومات أيضا يعني قد يجهلها المشاهد فيما يتعلق بهذه المنطقة. ستي، بالنسبة لعيرة ويرقى منطقة مرتفعة جدا، إطلالتها غربية على جبال فلسطين، حيث كان سكان عيرة ويرقى يفطروا على مدفع فلسطين، مدفع الله القدس. الله. أعمدة القدس رمضان. أعمدة القدس كانت من عيرة تشاهد. الأغوار، معركة الكرامة حصلت على أراضي، والقرية عيرة هي كانت ميدان للرماية سواء للغرب وسواء باتجاه الأردن. الأردن بلد جميل جميل بقراه، وعيرة يجب أن تسوق سياحيا. نعم. عيرة ويرقى لأنها امتداد للواجهة الغربية باتجاه البلاد والأراضي الفلسطينية. نعم. عيرة، هل في معالم سياحية بحد ذاتها ممكن الإشارة إليها أستاذ عمر؟ أجمل معلم سياحي في عيرة
إطلالتها على الضفة الغربية، على فلسطين الحبيبة، على إطلالتها على البحر الميت، طبعاً قربها من مقام النبي شعيب، قربها من مقام النبي أيوب. عيرة هي منطقة تعتبر حلقة وصل ما بين السلط وما بين الأغوار، ويوجد أكثر من طريق رئيسية تربط عيرة إلى الأغوار من خلال طريق جديد وهو طريق يعتبر دولي، طريق عيرة الكرامة. نعم. وكذلك طريق الذي يربط بين عيرة ويرقة ووادي شعيب باتجاه الشون الجنوبية أو باتجاه ماحص وعمان. لهذه الدرجة موقع استراتيجي. نعم. يعني يجمع بين العديد من المناطق بالضبط. المختلفة والأساسية. نعم. في البلد. نعم. أنا بدي أرجع بسؤال سعادة الأستاذ محمود. عادة بنحكي أنه يجب علينا أن نخرج من المراكز إلى الأطراف كلها، إلى كل المناطق، ونقول عن دائما عن توزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على كل المناطق. هل يعني من موقعك كعين سابق وأيضا نشتغل في الدفاع المدني، هل تعتقد أنه عيرة ويرقة أخذت حظها من مكتسبات التنمية، وهل حاولت تلفت الأنظار من موقعك لهذه المنطقة لكل مؤسسات الدولة أستاذ محمود؟ ستي شكرا على السؤال. حقيقة يعني هي عيرة جزء من أردننا الغالي. نعم. وأيضا مكتسبات التنمية يجب أن توزع على كل محافظات المملكة بكامل قراها ومدنها وأريافها وبواديها، وهذا ما نادى به جلالة الملك قبل فترة من الزمن لإنشاء صندوق تنمية المحافظات حتى تكون لك تنمية في كل القرى والبوادي والأرياف والمدن الأردنية. لقد تشرفت حقيقة أن أكون عضوا في مجلس الأعيان سابقا فترة من الزمن، وبالإضافة إلى كون الأعيان هم أصحاب خبرة، وأيضا يقال أيضا هم لهم خبرة وباع طويل في مختلف المجالات، وجانب عملهم الرئيسي هو الجانب التشريعي مكمل إلى مجلس النواب، إلا أنهم أيضا في المقابل جانب إنساني، ومن جانب الإنساني وخدمات اللي هو خدمة مواقعهم اللي هم أتوا منها أيضا في المقابل، وتنمية المواقع اللي هم بنتموا إلى أيضا في المقابل. فمن ناحيتي حاولت في شتى الطرق أن أقدم خدمات اجتماعية في داخل منطقة عيرة، حيث أنا الآن الرئيس الفخري لجمعية البيرة التعاونية الثقافية، وحاولنا أنه من خلال المطالبات لهذه المنطقة أن نشرك القطاع العام والقطاع الخاص في تقديم خدمات ومساعدات للجمعيات الخيرية الموجودة فيها وأيضا ما فيه النادي، حتى ننهض في مستوى المنطقة ومستوى أيضا الخدمات تقدم إلى منطقة عيرة. فهي عيرة أيضا مثل ما حكى الأخ الكريم أيضا هي جزء من المملكة وبحاجة أيضا إلى خدمات مستدامة حتى تصل الهدف المنشود منها في المطلوب منها في نفس الوقت. ونتمنى إن شاء الله ربنا سبحانه يقدرنا أن نستمر في تقديم الخدمات إلى منطقتنا وإلى أيضا بلدنا. صحيح. بشكل عام. صحيح. وليس منطقتنا. صحيح. يصير فيها شيء من الخصوصية، لكن بشكل عام. نعم. إن شاء الله كل واحد أنا زي ما قلت ممتن دائما لمنطقته، بالنهاية هو عاش فيها وربي فيها وممتن لأهلها، وينطلق من منطقته إلى الوطن، يعني هو صحيح. كلها أراضي للوطن بطبيعة الحال. أستاذ عمر، هلأ الشباب الروح الشبابية في هذه المنطقة، نعم، شو عم بيحاولوا يعملوا؟ ما هي أكثر التحديات الموجودة؟ شو هي التطلعات والآمال اللي عم بيحاولوا شباب المنطقة يقدموها لهذه المنطقة؟ ستي بالنسبة لشباب عيرة، في نادي رياضي عيرة، في مركز شباب جديد افتتح بفترة بسيطة. شباب عيرة بحاجة لدعم من جميع الجهات المختلفة، عيرة بحاجة لمتنزهات ومتنفس للشباب حيث تفتقد لهذا. عيرة إطلالتها الجميلة يعني مش معقول أنه ابن عيرة يطلع على مسافة تبعد 20-30 كيلو مشان يشم الهواء، خلينا نحكي بالعامية، وهو موجود عنده الطبيعة اللي بس مش مستثمرة بشكل جيد. عدم الاهتمام بها، عدم وجود متنزهات، عدم وجود حدائق عامة، بالرغم أنه عيرة فيها أشجار حرجية ومناطق مؤهلة. نعم. بأن تكون من أجمل المتنزهات بالأردن. صحيح. ومنطقة جذب سياحي. ويعني من خلالكم ياريت لو بلدية السلطة الكبرى والجهات المسؤولة يعني لو يعملوا حديقة بشكل بسيط عبارة. نعم. عن مقاعد قرب من الأشجار الحرجية. حتى مش بشكل بسيط، احنا بنتمنى يا ربي. نعم. انه
يعني دائما نقول انه مثلا اهل جرش منطقه سياحيه بالضبط. ولكن دائما بتحسهم في قطيعه بينهم وبين المكان السياحي، محرومين بالضبط. من مكتسبات صح. السياحه مثلا في جرش نعم. كذلك الحال في مادبا، كذلك الحال في عيروي. نتمنى كل منطقه تاخذ نصيبها بالضبط. من الثروات الموجوده فيها بالضبط. يعني بدنا شيء يليق باهل المنطقه، بدنا نعم. شيء يليق بطموحات اهل المنطقه بالضبط. أكيد يعني بتستحق المنطقة المزيد من الاهتمام. نعم. نعم، حتى تكون يعني عامل جذب للسائح. الآن يعني الأدلاء السياحيين، الشركات السياحة والسفر، هيئة تنشيط السياحة، نعم. المجلات، الجهات المختلفة، يعني كثير من قرى الأردن ومن ضمنها عيرة، نعم. يعني الجانب هذا ما يغطى. الآن السائح اللي يجي على السلط أو يجي على مقام النبي شعيب قريبة عيرة بالنسبة له طبعا. لو كان في مكان معين من خلال الإعلام يوجه له بالضبط فندق يعني من أجمل المناطق عيرة، من أجمل المناطق، إطلالة خلابة خصوصا بساعات الغروب، نعم نعم، الضفة الغربية كاملة من على شمالها على مرأة لجنوبها على مرأة من الأهل هناك يعني. بالربيع يا أختي، السوسنة، نبات زهرة السوسنة السوداء، وهي زهرة وطنية، زهرة الأردن الوطنية، ممتلئة نعم. عيرة بهذه الزهرة، يا سلام، أعشاب طبية يأمون من كل المناطق، يعني نعم. عيرة جميلة جدا بأهلها. أعتقد أنه إحنا كإعلام يعني يجب أن نسلط الضوء على مناطقنا نعم. الأردنية الخلابة. بتمنى تكون هاي الحلقة جزء. ستي أنا بدي أحكي أعلق هنا فيما يتعلق تطرقتي للسياحة. الأردن معروف عنه هو متحف طبيعي كامل طبيعي نعم. نعم. وفي جميع أنواع متطلبات السياحة، سواء سياحة دينية أو سياحة علاجية أو نعم. سياحة طبيعية، لأنه يتميز الأردن بطبيعته أنه بالفصول الأربعة نعم. متوفرة في الأردن نعم. أنا عندك في الشتاء ممكن تروح للأغوار العقبة نعم. عندك التقارير يعني عم ترصد جزء من هذا الحديث، ورح نعرض التقارير على المشاهدين نعم. أنا بأسف لضيق الوقت، يعني كان بتمنى أنكم تضلوا معي وقت أطول. سعادة الأستاذ محمود شكرا جزيلا لك، والأستاذ عمر تعليق بسيط هنا إذا سمحتي لي ما يتعلق في نادي عير الرياض. الآن أنا في أحد مقابلات وتشرفت فيها لسيدنا طلبت نعم. على اساس انه يكون في هناك سالة العاب رياضيه متعدده الاغراض للشباب حتى نطور الشباب ايضا تقارير. نتمنى ان شاء الله انها راح تنفذ في القريب العاجل نعم. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. واحنا مباشره سننتقل لهذا التقرير الذي يتحدث عن فعاليه لمؤسسه الغذاء والدواء في الكرك، فلنشاهد سويا. شكرا جزيلا.